بالنسبة مطر، أنا يعني إيه بيبقى الوضع مختلف في مطر غير أوروبا. يعني أنا في أوروبا ناس كتير عارفاني، لما جيت مطر محدش يعرفني. الوزير قابلني قال لي عبد الجديد إداني 10,000، كان مكافأة قال لي عشان أحسن لاعب في العالم. قلت له 10,000 ده ما يقول لي خلاص خدها وخلاص. عادي الوزير قال له خد 10,000 خلاص، وهو ربنا شايف وإن في مفيش بطولة فلوس، خد بطولة فيه أحسن لاعب في العالم، فيه ده أول أحسن لاعب في العالم في أفريقيا، مفيش عرب، مفيش اللاعب الوحيد من مصر أنا واخد أحسن لاعب في العالم في ورد أبيض بالضبط في أوروبا، ده كريستيانو وميسي، هو أحسن لاعب أحسن لاعب. بالتالي أنا قلت لهم وهو بيتكلم. كابتن طارق بتشجع أهلي ولا زمالك؟ لا أهلاوي. ده متعصب ولا يعني؟ أوي، بس برضه إيه في لعيبة من الزمالك بحبها، بس أهلاوي أوي. خطيب بطولة مصر. هل قابلته قبل كده؟ لا شفته قبل كده في 2012، كان مهندس احمد ابو هشيمه كان عامل لنا حفله، وكان فيها كابتن محمود خطيب، كابتن حسن شحاته، وكان كابتن فاروق جعفر، كان في لعيبه كتير وكان في ممثلين. فاخدت معاه صوره تذكاريه انا وكابتن محمود خطيب، وكان نفسي ان انا اتكرم من النادي الاهلي كابتن محمود خطيب. طبعا كان كابتن تم غالي، كابتن عماد متعب كان كاتب على الصفحه بتاعه ان هو طارق جدار احسن لاعب في العالم، ده شرف لينا وانا نمت اتطور مع ده كابتن عماد متعب. تقولي للدكتور اشرف صبحي الشباب والرياضه، دكتور اشرف صبحي احنا قاعدين اهتمام شويه مع الطوم، احنا كنا مسافرين بردير، كنا قاعدين نشوف قعدته في قبل ما نسافر في المعسكر، نبقى فيه تكريم من هو مثلا يدعمنا بتاع ده، هاتوا البطوله وربنا معاكم، ده ما شفناهوش. فاحنا عاوزين ايه الممثلين في مصر يبقوا ويفكروا شويه ان في منتخب مصر والطوم موجود هنا، مصنف عالم ثالث او رابع، فعاوزينهم ايه يبقوا معانا، ويبقى فيه دعم من الصحافه، دعم من التلفزيون، من شركات رجال اعمال.